قصة سيدة امرأة فرعون لتكون شفيعة له بعد أن ألقى الله عز وجل عليه المحبة. من رآه سيدنا يوسف وفرعون شلون رضيع وشلون دكتور نايف في العجمي وزير وزارة الأوقاف السابق وإمام مسجد الخرافي الغالب فاستوهبته فرعون وقالت قرة عين لي ولد. قرة عين معنى قرة عين هي كناية عن السرور، وهذه الكناية ناشئة عن ضدها، عن سخنة العين من أثر البكاء. الدموع تكون حارة فيكون في العين سخنة، وهذه ثالث أيام شهر رمضان المبارك 43 4/4/2022 هم الاثنين برس السابقة. السلام عليكم ورقم من يطلب السابق ونحلق الله لنا فاتحا والسلسة يعني برودة العين أنها باردة ليست حارة، وهذا كناية عن السرور. وقيل ليس من القروة إنما من القرار وهو الشمال. نعطيك سبحة سيد نعطيك سبحة فلم تتحرك إلى غيره. السلام عليكم يا سيدي، تأخذ لك سبحة؟ والله دعاء لوجه الله تعالى. هاك والله امسك هذا شيس نعطي الحجي. قصة سيدنا شو اسمه هذا شيسنا مال والله هاي عربي، عندنا عربي وعندنا انجليزي. لا عربي لا يمر عليك حدا بده يفوت يصير مسلم. اي والله ادعو الى الاسلام، هذا دين نبينا دين حلو. وهاي البردة الشريفة اللي قالها البوصيري مولاي صلي وسلم، وهاي اختي شاعرة ادعو لها تعبت بهالشعر هذا. شكرا شكرا حجي خرشيد، بارك عليك الشهر زين علينا وعليك. اي والله نكمل قصة فرعون. قوم فرعون ممن فيهم فرعون حتى يخدموا الطريق يخدمكم. قال والدي مجال الى رجوعه عن القرار قرار القتل، لانه لو كان القرار قد اتخذ ووجهت اليه الاستيهاب مباشره او النكب مباشره ربما لا يمتثل، لكن خففت عليه وطأة الرجوع عن القرار. السلام عليكم اهلا سيدي شلونك؟ جايك هلا بس افك لمسوخ هذين المغسلين الله يعينهم ويأجرهم لهم أجر يغسلوا الموتى. أو نتخذه ولدا نجده منفعة، أو نتخذه ولدا نخيره ولدا لنا بأنه لا ولد له. اختاروا اللون الأبيض على حسين عشان الحرارة. جزاهم الله خير وشكرا.